بيت صحم ريف دمشق 10/12/2012. القصف الهمجي الذي استهدف البلدة منذ حوالي 12 يوما والبلدة تقصف وسط تهميش إعلامي رهيب. بيت صحم ريف دمشق 10/12/2012. الله أكبر عليك يا بشار. تهجير كامل للسكان بنسبة 100%. لم يبقى إلا بعض الشباب. الله أكبر عليك يا بشار. بيت صحم ريف دمشق 10/12/2012. بيت صحم ريف